أحد رموز حقبة الثمانينيات بأدائه الساحر وتفانيه وإخلاصه داخل الملعب، مما جعله الجناح الطائر للأهلي بامتياز. بدأ كابتن حمدي أبو راضي مسيرته الكروية بالنادي الأهلي عام 1978 ليسجل اسمه بحروف من ذهب رفقة جيل ضم العديد من الرموز والأساطير، من أبرزهم الكابتن محمود الخطيب والكابتن مصطفى عبدو والكابتن ثابت البطل والكابتن شريف عبد المنعم والكابتن مختار مختار والكابتن ماهر همام وغيرهم من الأساطير. وخلال مسيرته الممتدة منذ عام 1981 عام تصعيده للفريق الأول حتى العام 1990، ساهم أبو راضي رفقة أبناء جيله في تحقيق 5 دوري و6 كأس مصر و2 دوري أبطال إفريقيا و3 أبطال كؤوس إفريقية. مبروك للأهلي، مبروك لنا كلنا. خلال فترة تواجد أبو راضي داخل جدران النادي الأهلي لم يبخل بقطرة عرق، حيث سخر مجهوداته لخدمة تراب الأهلي وتحقيق الإنجازات وصناعة المجد ليسجل اسمه بأحرف من ذهب في سجلات من صنعوا الأمجاد داخل الأهلي. حمدي أبو راضي، دمت رمزا للعطاء وانعكاسا للأهلاوي المخلص بامتياز. ظهير الطائر باك بدرجه هداف، الحقيقه نجم كبير من نجوم الثمانينات في النادي الاهلي، كابتن حمدي ابو راضي ضيفنا النهارده في السادسه. اهلا بيك ومشرفنا وسعداء بوجودك معانا، رغم انك انت يمكن ما بتظهرش كتير، بس احنا سعداء ان احنا نقول شرف استضافتك النهارده في السادسه. اهلا بيكم جميعا طبعا، ومتشكر للاستضافه النهارده، وانا مش غريب عن المكان طبعا، ده بيتك كابتن حمدي، وكل سنه وانتم طيبين جميعا، ويا رب الجميع يبقى بخير ان شاء الله. انا بس عايز اخد يعني لقطه كده وانت بتتفرج على، طبعا فلاش باك عنيف طبعا، مرحله مهمه جدا ومرحله جميله جدا من تاريخ النادي الاهلي، وذكرياتك اللي استرجعتها دلوقتي، اكتر حاجه جت في دماغك وانت بتشوف اللقطات دي لحمدي ابو راضي في الملعب؟ والله يعني دي رجعتنا بالزمن الجميل، واللعيبه القدام الزمايل القدام كلهم بوقت الحمد لله كان كله فيه بطولات، والدنيا كانت مساعده الواحد، والجماهير طبعا في الملعب مساعدانا كتير، ويا رب الايام دي تعود تاني يعني ان شاء الله. ان شاء الله دايما الاهلي مفرح جماهيره يا كابتن حمدي، دايما لسه دايما لسه بنحتفل بالعشرة اهو. احنا دايما يعني كسمة في لعبة النادي الاهلي على مدى العصور ان دايما بيحمل هم الجمهور ازاي يسعد الجمهور بتاعه، هو ده رقم واحد عندنا يعني. فالحمد لله يعني برضو على قد ما بنقدر قديم وجديد اسعد جمهور النادي الاهلي. بس ده جيل كان جيل عمالقة يعني، كلهم اسماء ما شاء الله يعني. انت لعبت مع كابتن خطيب، مع كابتن مصطفى عبده، مع كابتن علاء عبد الصادق، مع كابتن مجدي عبد الغني، صح؟ مش عايز انسى حد طبعا، الاسماء كلهم يعني نجوم كبار جدا. افضل من عند ربنا طبعا ان انا عاصرت من اول الكابتن مصطفى يونس كان كابتن النادي طبعا. وبعد كده كان كابتن مصطفى عبده كابتن النادي، كابتن خطيب، كابتن مختار، وكابتن ماهر همام، وكابتن رمضان السيد. انا بذكرك بالاسامي طبعًا الكبيره طبعا، اسماء محترمه طبعا جداً. احنا كنا صغيرين ولولا وجودهم ما كناش وصلنا اللي احنا فيه دوت يعني. اول ماتش ليك مع نادي الاهلي فاكره؟ طبعا فاكره. يمكن اول ماتش ليا كان ماتش الترسانه اللي هو فيه جول، انت جبت فيه الجول ده. جول كنت بلعب باك ليفت، ما كنتش بلعب باك رايت اصلا اساسا باك ليفت. ويمكن ليه وقع الماتش الترسانه دوت، لو الكاميرا كانت جابت الكابتن جوهري وكابتن زيزو وهما بيضحكوا لما انا جبت الجول، فالناس مش عارفه هما بيضحكوا ليه. السبب يعني كان الكابتن جوهري الله يرحمه، الله يرحمه، كان بيسال الكابتن احمد ماهر دايما بياخد رايه يعني، عايزين نلعب حمدي النهارده او نلعب اسامه عرابي الناشئين اللي كنا لسه طالعين صغيرين. فقال له في ماتش الترسانه دوت عايزين نلعب حمدي النهارده، ايه رايك؟ قال له لا بلاش بلاش يعني. كابتن ماهر الله يرحمه كان دمه خفيف بس بيخاف يتحمل المسؤوليه. فالمهم الكابتن جوهري برضه هو بياخد الراي، انما اللي في دماغه في دماغه يعني. ولعبنا الماتش وجبت جول،
والحمد لله عملت ماتش كويس. فلما جابت الكاميرا بقى كابتن جوهر وكابتن زيزو بيبصوا لبعض وبيضحكوا على كابتن ماهر. كان عندنا حق. كان عندنا حق. خليني قبل ما اتكلم معاك في الكوره شويه اطمن بس على حالتك الصحيه، لان انا عارف ان يعني انت مريت بفتره صعبه كده، فتطمن جماهير النادي الاهلي على صحتك وتقول لنا اخبارك ايه دلوقتي. والله الحمد لله على كل شيء، ربنا عداه على خير يعني، الحمد لله. والحمد لله الامور تمام. انا اول ما شفتك كابتن حمدي قلت لسه ما شاء الله لسه فورمه. ما انا لا جاهز عامه نلعب في اي وقت. تنور الدنيا ده دايما كابتن حمدي. الاول خليني اكلمك على العشره، طبعا ابارك لك على تحقيق النجمه العشره وبطوله دوري الابطال. ازاي تابعت الانجاز، خصوصا ان احنا في مرحله يعني من اول ما تولى مستر موسيماني، بنتكلم على فتره تقريبا اقل من 8 شهور بحاجه بسيطه، الاهلي حقق انجازات كثيره جدا، دوري الابطال النجمه التاسعه، ودي كانت ليها طبعا طعم خاص جدا وصولا للنجمه العشره، وما بينهما بقى كاس سوبر ودوري وكاس وبرونزيه عالم. ازاي شفت الفتره دي، او تقييم كابتن حمدي ابو رادي للفتره دي ازاي؟ هو الفترة دي طبعا في رأيي الشخصي ان هي من فترة صعبة، مش سهلة، خاصة كان فيها بطولات مضغوطة ودوري مضغوط وماتشات مضغوطة، الضغط ده كله واقع على اللعيبة وعلى مجلس الإدارة وعلى الجماهير نفسها. النقطة المهمة، جماهير النادي الأهلي لا تعبأ بهذا، هي يهمها البطولة، عايزة تفرع على طول. ولعيبة النادي الأهلي على مدى العصور هي السمة دي موجودة، ان هم بيلعبوا على البطولة، الماتش الدقيقة 90 زي الدقيقة 80 زي الدقيقة 95 لاخر نفس بيحصل. وانا كان عندي ثقة كبيرة جدا، يمكن كنت ايه الميديا انا ما بتابعهاش وما بحبهاش قوي يعني. كانت بتصدر ان الموضوع صعب والبطولة العشرة صعبة وبتاع، انا كان عندي ثقة تامة لدرجة ان انا ما اتفرجش على الماتش. بس هكسب الماتش النهائي، بس انا متاكد ان احنا هكسب. والله ما اتفرجت على الماتش، بس عندي ثقه كامله ان هنكسب الماتش وهناخد البطوله. وهو اللي حصل يعني، بعد الماتش حتى ببعد خالص عن اي وسيله ان انا اسمع. لان دايما بستنى بنتي، هي بنتي متعصبه قوي بقى، هي اللي تقول لي فتيجي تشرح لي بقى حصل كذا 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 وكسبنا وبتاع. فكانت فتره صعبه طبعا، انما الحمد لله ربنا عداه على خير. النادي واللعيبه ادوا اللي عليهم واسعدوا الجماهير، وان شاء الله يا رب اللي جايه احنا طماعين سواء لعيبه او جمهور. ده هو في نفس اليوم كان بيقول لك ال 11 11 ما هي ده مش في نفس اللحظه، هي صحيح. انتهت خلاص، فبيفكر في ال 11. وانا بطمن جماهير النادي الاهلي على ثقه تامه ان الدوري اهلاوي فعلا. طب انت انا فتحت موضوع الدوري، بس انا قبل ما اكلمك في الدوري، لان الدوري عندي فيه كلام كتير، وعايز اكلمك كمان عن المواهب، لان انا عارف انك انت كنت في اللجنه الفنيه المسؤوله عن اكتشاف المواهب. بس خليني الاول اسال كابتن حمدي عن الفوارق اللي موجوده بين الجيل اللي موجود دلوقتي والجيل بتاع كابتن حمدي ابو راضي. شايف في فرق بين ودايما اجيال الاهلي يعني بيبقى في مقارنه بينهم وبين بعض، ودايما اجيال الاهلي انت عارف الاهلي بينافس نفسه، يعني دايما الارقام القياسيه اللي بيحققها جيل بيجي جيل اللي بعده ويشتغل على انه يكسر نفس الارقام اللي حققها النادي الاهلي قبل كده. شايف في فوارق بين جيلك والجيل اللي موجود دلوقتي؟ هو هنقول العوامل المشتركه. اي لاعب في النادي الاهلي، هو مش اي حد يقدر يلعب في النادي الاهلي تحت ضغط جمهور النادي الاهلي ومتطلبات النادي الاهلي، نادي البطولات. كون انك انت لعيب، بقيت لعيب في النادي الاهلي، خلاص السمات بتاعت النادي الاهلي يبقى اتوجدت فيك. السمات المشتركه ان دايما لعيب النادي الاهلي بيلعب على الفوز، معنى الخساره اولا مش موجوده وما حدش بيفكر فيها، التعادل بالنسبه لنا خساره، بتبقى خساره. الفرق بين جيلنا والجيل دلوقتي هو فرق زمن، مش فرق، انما ككوره وكفكر وك خطوات بتتم واحده. الزمن بتاعنا يمكن البطولات ما كانتش كتير. يعني الدوري هو الدوري. انت كام بطوله يا كابتن حمدي مع الاهلي؟ انا يعني من الفتره من 81 لل 90 ثلاثه ابطال كؤوس واثنين ابطال دوري والدوري وكاس مصر مش فاكر، بس احنا دايما يعني انا مش فاكر ان انا خسرت. اللي انت حققته في التسع مواسم دول يا كابتن حمدي
اكتر من اللي حققته 90% تقريبا 95% من انديه افريقيا، وبتقول عليها بطولات مش كتير. ما اقول لحضرتك لان وقتها ما كانش فيه بطولات، لا في بطولات عربيه ولا كاس عالم انديه. احنا لو كان الوقت دوت فيه كان هيبقى نفس المعدل اللي موجود دلوقتي. دلوقتي البطولات كتيره عن الوقت بتاعنا. الوقت بتاعنا يمكن برضو كان عندنا اريحيه، اولا دوري منتظم كان وبعدين فترات المباريات الدوري طويله، كل اسبوع بيتلعب ماتش. حتى كان في الوقت دوت كان بيدي فرصه اللعيبه الناشئين واللعيبه تظهر، لان كان ماتش الدوري مثلا يوم الجمعه، يوم السبت بيبقى ماتش ودي علشان الناس اللي ما لعبتش عشان يبقى كله جاهز. حتى انت ما كنتش وقتها بتلاقي فرق بين اللي قاعد احتياطي او بره الفرقه وبيلعب ماتش، بتلاقي المستوى واحد. غير دلوقتي برضو ايه ضغط المباريات، كل 3 ايام ماتش، السفر بقى كتير، ففي ارهاق وفي ضغوطات وفي احنا كان عندنا اريحيه. بس هو كان الزمن بيعاني فعلا، بيعاني طبعا. بس هو بقى برضو يمكن ربنا يعني ايه بيجيب كده او بيعوض. دلوقتي وسائل السفر بقت سهله، طيارات كتير، طيارات خاصة، حتى خطوط الطيران لأي دولة. احنا كان عندنا يعني مرة عندنا ماتش في بنين دي في أقصى إفريقيا بعيدة، وكنا أول مرة نروحها، رجعنا فيها 4 أيام عشان نرجع مصر من بعد ما خلصتوا من بعد ما خلصنا الماتش. هنا خدتوا في الرحلة 4 أيام على ما رجعنا والعيد خلص، كان العيد الصغير موجود ما لحقناهوش. احنا رجعنا وكان العيد خلص في الطيارة، لان ما كانش فيه خطوط طبعا طيارة، من رحلة لرحلة وترانزيت طبعا. هي كينيا رقم واحد، كينيا المحطة بتاعت لازم، وبعد كده ايه تقدر توزع بقى من كينيا تطلع بقى بنين كم. تروح نيجيريا، تروح اي حتة في افريقيا. انما يعني ايه الحاجات اللي ما تنساهاش في رحله زي دي؟ يعني 4 أيام الفرقه مع بعض جايه من ماتش في افريقيا راجعه مصر، فتقعد 4 أيام مع بعض في رحلات سفر، ايه الحاجات اللي ما تنساهاش في رحله؟ واكيد طبعا الدنيا كانت صعبه جدا، يعني وسائل الرفاهيه ما كانتش موجوده، الموبايلات ما كانتش موجوده. لا خالص طبعا خالص والله. احنا كنا بنعاني اكتر من ان احنا كنا بننام في المطارات. يعني في السفر من رحله لرحله، وكان وبعدين المكان الوحيد اللي كنا نقدر يعني ناخد دش ونتشطف فيه كينيا. تمام. لان اي بلد افريقيه ما كانش فيها ميه، ما بنلاقيش فيها ميه. اوغندا كنا بنروح اوغندا كل ماتش ممكن يكون الرئيس اتغير، انقلاب ورئيس اتغير. كنا في اوغندا نمنا في مدرسه، في مدرسه، في مدرسه فرقه النادي الاهلي، نمنا على الارض. نمنا على الارض في اوغندا، لان وبعدين كان في ضرب نار، ويعني القلق اللي موجود في افريقيا ما كانش زي دلوقتي. دلوقتي في استقرار، وبعدين في ملاعب. الاول ما كانش في ملاعب. مين كان بيخاف من الحاجات دي يا كابتن حمدي؟ الفرقه كلنا كنا بنخاف، كلكم بتخافوا. طب مين كان بيشجع الفرقه طبعا عشان يعني يسند ظهرها؟ كابتن مصطفى عبده طبعا كان بيشجع الفرقه، بس اول واحد يجري. هو ما جري بقى، ربنا يديله الصحه كابتن مصطفى. ربنا يديله الصحه. مين كان صاحب قفشات؟ مين كان بيهزر معاكم كتير؟ مين دمه خفيف كان في فرقه كابتن حمدي؟ هو اخف دم في النادي الاهلي يمكن لحد دلوقتي كابتن مصطفى عبده، يا رب ربنا يديله الصحه. وبعديه مدحت رمضان طبعا، ومجدي عبد الغني، وشريف عبد المنعم. بس كابتن مصطفى عبده طبعا، كابتن شريف انا طبعا تعاملت معاه. كابتن مصطفى عبده حاجه يعني جدا. جميله جميله جميله، ربنا يديله الصحه يا رب. طيب ندخل في الكوره بقى. امبارح ماتش كان يمكن اعصاب الاهلاويه فيه يعني جايبه مآخرها. طبعا ظروف صعبه بعد التعادل مع بنك الاهلي، الناس جماهير ما كانتش راضيه على المستوى وعلى الاداء وطبعا على النتيجه. وكان عندنا فرصه ان احنا نبقى ليدنج في 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 في, في يعني كنقط لو كسبنا كل المؤجلات، وبالتالي ضيعنا ده في البنك الاهلي، فما كانش الموضوع مستحمل خساره او تعادل تاني في ماتش امبارح. سيناريو الماتش كان صعب جدا، ولغايه اخر اللحظات لغايه الدقيقه 85 مع جون حسين الشحات جت الناس كلها بتغلي. يعني شفت ماتش امبارح ازاي، ورايك في العشر دقائق الاخيره من الاداء اللي قدمته فرقه النادي الاهلي؟ بص بكل امانه وبكل صراحه، انا اتفرجت على الماتش لحد الجول بتاع حسين الشحات 2-2، وهو احنا مغلوبين 2-1 لما تعادلنا 1-1. مغلوبين 2-1، انا السيناريو
انا بتفرج كلاعب، كلاعب مش كجمهور، مش جمهور ومشجع وبتاع. بتفرج كلاعب وانا عارف ومتاكد كويس، لدرجه ان اول ما حسين الشحات جاب الجون الثاني التعادل انا غيرت واتفرجت على فيلم، لان انا عارف ان الجون الثالث هيجي وهيجي والله العظيم زي ما بقول لك كده، بقول الحقيقه. ايوه في اوقات متكرره على طول، هو النادي الاهلي كده، لعيبه النادي الاهلي كده عمرها ما هتتغير. حتى يعني لو جينا بصينا على ماتش البنك الاهلي حصل تعادل فيه، انما للاخر لاخر ثانيه الحكم بيصفر والاهلي بيلعب على اللعيبه، بتلعب على انها تحرز جول. التوفيق وعدم التوفيق بتاع ربنا. اسالك سؤال الجمهور بيساله وانا بساله، وانا برضو انا بتفرج على الماتش ببقى قاعد من الجمهور، ليه ما بنبتديش الماتشات كده؟ يعني الـ 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 الاداء والروح والاصرار والتركيز اللي حصلوا في اخر 10 دقائق، لو الاهلي بيبتدي ماتشاته بيهم بنفس الحاله دي من الدقيقه الاولى، عشان ما نرجعش احنا واحنا يعني واحنا خسرانين 2-1 كنا الدقيقه بتعدي علينا هوا، كنا يعني الثواني اللي بتضيع، ولا حارس المرمى لما بيقع يضيع ياخده 30 ثانيه عقبال ما يقوم تاني، كانت الحاجات دي بتوترنا وبتعصب. ليه ما بيبقى عندنا 45 دقيقه في الشوط الاول؟ ليه ما بنبتديش بنفس الحاله دي او الاداء ده من وجهه نظرك؟ هو الموضوع العمليه طبيعيه خالص. اولا بيبقى فيه فروقات موجوده وحسابات للمباراه، يعني مثلا انا ببص النادي الانتاج الحربي مكانه فين في الجدول، والميديا يعني بتوصل حاجات كتير للعيب، وساعات اللعيب الحاجات دي بتسيطر عليه ان هو اخر الدوري وهو يعني ايه الموضوع سهل، الموضوع سهل، الموضوع سهل، مستسهل المباراه، فمستسهل فبيبتدي سهل، انما لما بيخش في الجد بيلاقي الكلام دوت هو ليه سيستم ماشي عليه. انما هي برضو هي مش قاعده، هي ساعات بتيجي برضو في يعني احنا في الدوري قبل ما نروح نلعب مع كايزر تشيفز كنا مكسرين الدنيا، يعني الفرقه دي كانت مقدمه عروض في منتهى القوه، بتخش مع منافسين من العرض الثقيل بتكسب وبتقدم اداء وسيطره طول ال 90 دقيقه، وماتشات بتجيب فيها 3 و4، فيعني كان المتوقع بعد ما يبقى في نشوه الفوز بدوري الابطال ان احنا نكمل على نفس المستوى ونفس المنوال، لكن طبعا يعني تاتي الرياح زي ما بيقولوا بما لا تشتهي السفن. هو برضو في يعني ايه يعني جانب او نقطه صغيره بين الماتشات الافريقيه والدوري. الماتشات الافريقيه يمكن بنلعب النهائي او قبل النهائي ماتشين، فبتبقى ايه مفيش فرصه يعني هنا زي بره، مفيش فرصه، فبلعب بكامل قوتي من اول ثانيه. الدوري خليني اروح لفصل سريع وهرجع اكمل كلامي معاك عن الفرق بين بطوله افريقيا والدوري، بس بعد فصل سريع كابتن حمدي ونرجع نكمل كلامنا. اهلا بحضراتكم مره تانية، وطبعا ارحب واجدد ترحيبي بكابتن حمدي ابو راضي نجم النادي الاهلي اللي مشرفنا النهارده في السادسه. اهلا بيك مره تانية كابتن حمدي. اهلا بحضرتك. أهلاً. كنا بنتكلم عن الفرق بين المنافسه والماتشات في بطولات افريقيا والمنافسه في الدوري قبل الفاصل. طبعا هو في فرق يعتبر يعني ذا اهميه. ماتشات افريقيا هي بتبقى ماتش رايح وماتش جاي. ايوه. فما بقاش فيها فرص متاحه كتير. تمام. وفيها التركيز بيبقى تخلص. اكتر لازم تخلص. وبعدين عملوا حاجه كويسه، النهائي بقى ماتش واحد. أيوة. ودي رائعه. شايف انها افضل من الذهاب والعوده. طبعا. وبعدين فاصله منتهيه، بقى التركيز مظبوط في 90 دقيقه خلاص وخلصت، وملعب محايد برضو، دي حاجه جميله وكويسه. الدوري سياسه النفس الطويل، هو النادي الاهلي يمكن محقق ارقام كبيره في الدوري، نفسنا طويل على مدى الاجيال. طبعا نفسنا طويل يعني انا اتذكر في مش عارف سنه 84 تقريبا كان دون ريفي مدير فني الفريق، الدور الاولاني احنا واخدين الدوري. الدور الاولاني واخدين الدوري، حاسمين الدوري يعتبر، انما احنا بنلعب للاخر يعني. النفس الطويل دوت بيحتاج لعيبه عندها. طبعا عايزك تقول الو الاول. الو الو. ايوه ايه يا كابتن حمدي،
الحمد لله كابتن شريف. عرفت على طول. امال ايه؟ على طول جاب على طول يا كابتن شريف. كابتن شريف كان دايما كابتن شريف منور الدنيا، بيستضيفنا واحنا صغيرين كده في البيت في العجوزه، وياكلنا ويشربنا ويدينا لبس. يا راجل انت، احنا كلنا كانت بيوتنا مفتوحه لبعض. ربنا يخليك كابتن حبيبي. حمد منور الدنيا، ضمني على صحتك. الحمد لله بخير والله يا كابتن، كله تمام الحمد لله من فضل ربنا. هتجيب لنا حاجه بقى من الذاكره كده يا كابتن شريف لكابتن حمدي ابو راضي. حمدي ابو راضي ليه ذكريات معانا كلنا، ولعيب اكتف جدا. كنا فاكر يا حمدي لما كنا في ساحل عج؟ فاكر طبعا. فاكر لما المباراه دي اتعورت وجالي ارتجاج، وجبت نزلت من بره الملعب وجبت جول، وانا مش فاكر، مش ما عنديش خلفيه. رحت مكان محمد شريف كده ورحت جبت جول. دي من ذكريات الكبيره. كنا بنلعب اسك متهيألي، اسك ابيجان. يعني يوسف وفانا هو اللي عورني. فاكر يوسف وفانا؟ هو اللي عورني في دماغي. خد مني احسن جناح في افريقيا لولا الحادثه. طب وبره الملعب يا كابتن شريف؟ بره الملعب كابتن جوهر الحقيقه كان حمدي ابو راضي من رجالته، يعني كان لعيبه كلها واحده واحده كده، كل واحد عارف اللي ليه واللي عليه، بالكابتنه بالاقدميه، اللي ينزل يديه في الملعب واللي مطلوب منه بالظبط، فكان بينفذ. بعد كده بره الملعب كان يقود بقى خفه الدم مدحت رمضان ومجدي عبد الغني وكابتن مصطفى عبده، وكابتن مصطفى عبده وكابتن ثابت يسخنهم على بعض وبتاع. الله يرحمه. اللي ناس كتير الله يرحمه كابتن ثابت، يعني طبعا اللي خدته من طبعا لما كان حارس مرمى في نادي الاهلي، وبعد كده لما كان مدير كوره، انه شخصيه جد جدا وشخصيه طف جدا. ده خفه الدم كلها. يعني بس كان زعيم يا كابتن برجوله، وتلاقينا كلنا كده قلبنا على الماتش وقلبنا بروح واحد. طبعا طبعا. بنهاب نهاب ادارتنا وبنخاف من جماهيرنا، فكان عندنا اللي بينغمس بسرعه في فرقه النادي الاهلي بيتعلم الحاجات دي بسرعه. يعني ف محمد يلعب معانا مثلا جديد علينا وما اعرفش ايه، تحس ان هو بيلعب بقاله 5 6 سنين. ايوه. علاء مايوب يخش في وسط الفرقه تحس ان برضه بقاله 3 4 سنين داخل معانا في الفرقه، ونديله الروشيتا واللعيبه يعني عندنا دستور كده يا احمد انت عارفه. طبعا يعني. طبعا 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 اكيد. ما تحسش بغربه لاي لعيب موجود، وما فيش يعني وما فيش عدم تمنيات لاي حد. ما كانش في حد بيزعل ابدا وهو قاعد. يعني نتمنى لحمدي ابو راضي يبقى احسن واحد، لان ده مصلحه الفرقه. طبعا. نتمنى لربيع ياسين احسن واحد يبقى ده عشان مصلحه الفرقه. اتمنى لاي حد، محمود صالح، انا يعني بتكلم على الفتره اللي كان فيها محمود. طبعا. لحمدي ابو راضي وده كان ده سر النجاح يعني. والروح دي لو عمرك سمعت ان حمدي ابو راضي عمل مشكله؟ الروح دي لو مش موجوده يا كابتن شريف في اوضه اللبس النادي الاهلي مع اختلاف الاجيال، بتهيألي ما كانتش كل الارقام القياسيه وكل الالقاب والبطولات دي اتحققت. مش ممكن ابدا. هيفضل الروح والاحترام ده سمه غرفه ملابس النادي الاهلي، يعني ما فيش حد بيعدي حدوده مهما كان. ما تقابلناش من ساعه ما حققنا النجمه العاشره، فلازم اقول لك مبروك كابتن شريف. مبروك ومبروك، وشكوا حلو ووشك حلو الحمد لله. الحقيقه حتى الروح بتاعت القناه كلها بتبان يعني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هنكسب الدوري ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كل مجتهد بالنصيب يعني. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا طبعا كابتن شريف عبد المنعم نجم النادي الاهلي وزميل ورفيق طبعا الملاعب مع كابتن حمدي ابو راضي. كابتن شريف من الناس الجمال، لعيبه الجمال يعني، و كان بيلمنا واحنا صغيرين يعتبر كده، هو ساكن في العجوزه قريب. أي. من النادي، نعدي الضفه الثانيه بتاعت النيل. أي. والبيت كانه بيتنا يعني. ايوه. ناكل من النادي الاهلي، ناكل ونشرب وافتح الدولاب، عايز دي خدها، عايز ده، حاجه جميله. هو روحه يعني جميله جدا 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 كابتن شريف طبعا، اللي قرب منه كمان يحبه جدا. طب انا هستسمحك نروح فاصل اخير
ونرجع بقى نكمل كلامنا واتكلم معاك شويه على اللي جاي. عايز اتكلم معاك على ماتش اسوان شايفه ازاي وبقيه ماتشات الدوري في للنادي الاهلي. وعايز اتكلم معاك كمان كابتن حمدي على جزئيه المواهب. انت طلع على ايدك مواهب كتير جدا وللاسف المواهب اللي احنا بنقابلها في الزمن ده بقت نادره، مش بس في مصر، في كل حته، وكان المهاره والموهبه الربانيه بقت عمله نادره. خليني اسمع رايك في ده بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع على طول. طيب هتكلم مع كابتن حمدي سريعا جدا على ماتش امبارح وبعد كده نروح لماتش اسوان، المواجهه المنتظره طبعا يوم الخميس. الفرقه النهارده راحه، بكره ان شاء الله مسحه وبدايه الاستعداد بقى لمباراه اسوان. كابتن حمدي الاول تقول لي مين افضل ثلاث لاعبين من وجهه نظرك في ماتش الاهلي امبارح مع الانتاج؟ يعني انا اكون متحيز دايما لمحمد شريف. محمد شريف نمره واحد. ده رقم واحد. هو مقدم سيزن بصراحه محترم جدا. لا وبعدين لعيب في الملعب سلس جدا. يعني حتى الكاميرا تيجي على تقاطع وشه كده في اي موقف بتبص تلاقيه مريح. مش مفيش عصبيه، مفيش مش متازم. حاجات جميله فيه نمرة يعني. نمره اتنين. طبعا مجدي قفشه طبعا. انا يعني ده الناس دي الاسامي دي برضو اللي الواحد كان ليه اختيار فيهم في المجم. وصلاح محسن انا اتمنى يعني برضو صلاح محسن رجليه تبقى في الملعب. لعيب كويس بس لازم تبقى رجليه في الملعب. طيب كتير يعني. طيب ونمره ثلاثه. ديانج. لعيب عنده رشاقة غير عادية في جريته، في مشيه، في أدائه، في الباسنج بتاعه، في التكملة. ما عندوش عصبية. واللعيب اللي مش عصبي دوت هو ده لعيب يقدر في اي وقت يعمل الفرق. اللعيب عمل الفرق امبارح بصراحه. اللعيب العصبي لقطة الماتش هي سبرنت ديانج في اللقطه بتاعت الجون الثالث بصراحه. طيب اروح معاك لماتش اسوان. اول سؤال في ماتش اسوان، الاهلي بيغيب عنه في مباراه اسوان اكرم توفيق ومحمد هاني. محمد هاني خد الانذار الثالث وبالتالي الاثنين مش موجودين في الماتش اللي جاي. من وجهه نظر كابتن حمدي مين يلعب في المكان ده؟ انا اتمنى ما هو فيش حد، بس انا اتمنى حسين الشحات هو باك رايت اساسا، وهو في الشرقيه للدخار من لما بدا كوره. وكنا بنجيبه هو من الشرقيه للدخان وفي اتفاقات اساسا. باك رايت ساعه وقت محمد بركات وهو موجود في النادي الاهلي هو مش هقول ايه كربون، نسخه كربون كان من محمد بركات، نفس الاداء ونفس السرعه ونفس الطريقه ونفس اللي اي حد في الملعب، بس البوزيشن اللي ستارت باك رايت اساسا. هو تقدر يعني انا شايف ان حضرتك بتقول انه حسين الشحات مش باك رايت سد خانه، حسين الشحات اساسا باك رايت، يلعب باك رايت اساسا. حسين الشحات قدراته انه يلعب في مساحه 100 متر طولي و90 متر طولي. الاختزال ال 30 متر اللي هو بيلعب فيهم دي مش قدراته. دي مش يعني حسين عنده اكتر من كده. شايف انه حسين الشحات مظلوم انه بيلعب في المكان ده؟ انا ده رايي وده تقديري ليه لما شفته وقلت ان حسين الشحات فيه لعيب في الشرقيه للدخان، حسين الشحات وكذا 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 ولعيب كذا وكذا وكذا وكذا. ان التقييم بتاعي ان هو باك رايت. ولما راح لما ما جاش النادي الاهلي والمقصه خدوه من الشرقيه للدخان لحد اخر يوم في المقصه كان بيلعب باك رايت. واهدافه كلها احرزها في المقاصه وهو باك رايت. ايوه انت شايف حسين من ايام ما كان في الشرقيه الدخان. حتى لما راح الامارات هو يمكن في الامارات يعني نوع. غيروا اللون شويه ولعبوه في المساحه دي وهو حبها. ان هي برضو اعبائها مش كتير. اصل اعباء الباكين باك رايت والباك ليفت انه بيلعب في مساحه طوليه بطول الملعب وطول الملعب من 90 ل 100 متر. ايوه فالباكين دول عليهم حمل جامد، بيلعب في المساحه دي، ف
فكون ان انت بتشيل عليا عبء، مطلوب منه دور دفاعي ومطلوب منه دور هجومي، ده يعني ده طبيعي. أيوة. وبعدين حتى الكره العكسيه، حتى لو لعب ناحيه الشمال في نص الملعب، هو ليه دور فين في تحركه فين؟ ما يبقاش برضه ارقاط، يبقى داخل الملعب. حسين الشحات بيعملها تلقائيا. أيوة. لان هي دي بتبقى، يعني انا بقول ان موهبه زائد تطوير القدرات بتاعتك. طب لو حسين في الحته دي، يعني اساسي في الحته دي، ترتب لنا كده حسين اكرم هاني. حسين هاني اكرم، حسين اكرم هاني أكرم. لان اكرم اساسا وسط ملعب. أيوة. هو عنده المرونه وعنده القدره ان انا جات في الحته دي اقدر استخدمه. ما هو ده ما هو ده لعيب. انا حضرتك مثلا وفي نهائي كاس افريقيا 87 مع الهلال السوداني، كان مجدي عبد الغني توقف وبدر رجب الكابتن انور سلامه لعبني ديفندر. لعبت الماتشين، الماتش اللي في الخرطوم والماتش اللي في مصر النهائي. كنت بلعب ديفندر. ايوه. ففي لعيبه بيبقى فيها عندها مرونه تقدر تأدي في بعض المراكز. اكرم عنده الميزه دي. هاني ما عندوش الميزه دي انه يقدر يلعب في نص الملعب، انما هو هاني باك رايت. انا شايف ضغط على هاني كتير. أيوة. والميديا دي انا ما بحبهاش. ويا ريت يا هاني، يا ريت يا هاني ابعد وما تبصش على الميديا، خليك في انت لعيب. هاني لعيب كوره والمكان سواء باك رايت او باك ليفت. أيوة. بيبقى لعيب بمخ اكتر من جسمه. أيوة. هاني المخ، كون ان هو مثلا مش موفق ومش ماشي معاه. خد بالك كابتن حمدي، يعني الجماهير اللي بقت غايبه عن المدرجات بقت المساحه الوحيده اللي بتعبر فيها عن رايها او بتوصل فيها صوتها هو السوشيال ميديا. فبرضه انا عاذر اللعيبه، انا في اوقات كتير جدا بقول لهم افصلوا عن السوشيال ميديا، ما تسمعوش للسوشيال ميديا، لانها في اوقات كتير كمان بتبقى مخترقه ومش حقيقيه، فيك يعني. فبس برضه هم انا يعني مديهم عذرهم، لانه طول ما الجمهور مش موجود في المدرج هو محتاج يسمع صوت الجمهور. ماشي، حاجه يعني دي ده جزء، بس برضه الميديا دي ايه؟ ده شاشه وانا اللي بتحكم فيها. ما جيش في اي الاقي شاشه في وشي يعني بص. فانا انا بنصح اللعيبه في الميديا بتخرجك عن شعورك وبتخرجك عن ادائك وبتوديك لاتجاهات تانيه كتيره. اللعيب الكوره اكتر حاجه عنده لازم يبقى مميز فيها التركيز. مين الاسماء اللي اكتشفها كابتن حمدي ابو راضي او اللي قدمها كابتن حمدي ابو راضي؟ مش انا لوحدي بقى. أيوة. يعني ايام الكابتن علاء مايوب كان رئيس اللجنه الفنيه، وهشام حنفي وانا والكابتن ناجي خليل، يعني من البدايه، من قفشه، محمد شريف، صلاح محسن، مين تاني، زائد في قطاع الناشئين، دول ابرز. أيوة. دول ابرز. إبراهيم يعني عادل برضه بيتهيألي، ولا مين؟ ابراهيم عادل ولا ابراهيم؟ ابراهيم عادل. ابراهيم عادل ليه قصه يمكن حكيتها بره، انا ما اعرفهاش، ممكن تحكيها لنا. ابراهيم عادل هو من المريخ. انا يمكن في اخر سنين في اخر سنتين لعبت في المريخ، كان الحاج عادل جلال وكان مجدي عبد الغني حتى جاي من البرتغال، هو سبب ان انا رحت لعبت فيه، فعلاقتي كويسه بالمريخ. كانوا قالوا لي ان في لعيب كذا 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 اسمه ابراهيم عادل بيلعب في المريخ، مواليد 2001. أيوة. ما كانش بيلعب درجه اولى. انما هم كانوا بياخدوه، فقلت لعلاء كذا 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 كذا، فقال لي اوكي. رحت رايح بورسعيد، انا علاقتي بيهم ناس. أيوة. استضافوني طبعا. أيوة. وناس وشفته حتى هو ما لعبش يعني في الماتش دوت، الدوري دوت ما لعبش. فايه بقى، رحت له تاني وشفته يعني. فكان الاسيوطي عرفوا ان انا يعني موجود عشان ابراهيم عادل. جيب ابراهيم عادل لعيب بس يلعب درجه اولى، ما يلعبش، ما يبقاش في القطاع فرقه الناشئين، لان هو لعيب 2001 يعني تأيد ناشئين، انما لو لعب ناشئين يبقى مش هتاخده، لازم يلعب درجه اولى. فبرضو يمكن احنا تعطلنا شويه. الاسيوطي تاني يوم تالت يوم راحوا دفعوا 1,300,000 للمريخ، مع ان انا كنت بتكلم في 300,000. ايوه. وفي 200,000 او 200,000 و300,000 كده معاهم، يعني انا ماليش ان انا اتكلم في الفلوس. أيوة. بس انا من ايه الود اللي بيني وبين بتوع المريخ قلت لهم كده، ده رقم من عندي كده وبتاع. الاسيوطي راح 1,300,000 عرفوا طبعا وخدوه ابراهيم عادل.
في كلمه من كابتن حمدي ابو راضي لنجوم النادي الاهلي. يا ريت تنسوا السوشيال ميديا دي خالص وتبعدوا عنها قبل الماتشات بيومين ثلاثه. دي بالظبط اما تبعد عنها كانك في معسكر تقدر تركز في المباراه اللي جايه، لان الماتشات اللي جايه كلها حسم الدوري وبتقرب فيها. وبعدين النادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي مش هتتنازل عن ال 11 وعن اي بطوله جايه. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا في السادسه يا كابتن حمدي. متشكر لوجودك معانا دايما، واهلا وسهلا بيك في بيتك دايما وفي اي وقت. متشكر ليكم جدا، وانا سعيد النهارده بوجودي في وسطكم كتير يعني. بشكر كابتن حمدي وبشكر حضراتكم على المتابعه، وان شاء الله قدها وقدود زي ما قال كابتن حمدي. الماتشات اللي جايه كلها صعبه، لكن رجالتنا ان شاء الله قادرين على حسم بطوله الدوري التي لن يتنازل عنها جماهير نادي الاهلي العظيم. بشكر حضراتكم، هشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد السادسه بتوقيت القاهره. تحياتي لكم.